دعوه للظاهره اخدوا سابلنا وراحوا جابوا علاء من بيته وقعدوا عليه. علاء واحمد عبد الرحمن محبوسين من وقتها ومش بيتحب لهم جلسه ولا اي حاجه. فهم الحقيقه انه النيابه والقضاء والداخليه متوافقين في استخدام الحبس الاحتياطي كوسيله لعقاب، وهو بين الحبس الاحتياطي واحمد عبد الرحمن مفيش جلسه بتحدد. طبعا في هجمه على كل الاصوات اللي تعرف ان هي بتعارض كل الانظمه اللي عدت، فهتلاقي توما وماهر ولؤي وعمر في اسكندريه، مهيور وحسن مصطفى، ناس كثيره جدا، شباب بتوع المعادي اللي اتقبض عليهم من مسيره المعادي اللي كان قبل كده فيهم شباب حكم في عهد مرسي بسبب معارضتهم لنظامه. فهي فتره كده فيها يعني موجه انتقام من الداخليه من اي شباب اصروا في كل مرحله يقفوا قدام التجربه. جايه متضامنه مع اهالي معتقلي ذكرى الثوره. النهارده في قضيتين جوه في معهد الامنا، القضيه بتاعت المجموعه اللي اتقبض عليهم وتحطوا تبع نيابه الازبكيه، والقضيه الثانيه بتاعت عابدين اللي هي معروفه باسم مواطنين وسط البلد. المجموعتين دول مجموعتين اتقبض عليهم بشكل عشوائي يوم 25 يناير اللي فات من اماكن